باقي صراحة باقي ما درتوش، باقي مازال ما وصلتش طرونج داج ديالي صراحة. راه لقاح مزيان وننصح الناس يديروا، يعني إلا وصلتك الفرصة غير ديرو، كنصحهم يديروا صراحة، ما شكل حتى شي حاجة. بالعكس إلا ما داروش راه هما اللي غادي يندموا أبخي، يعني غادي يكون عندهم مشاكل في الجامعات مقاطعات، حيت ضروري خصو يكون عندهم واحد الورقة اللي كتثبت بلي دايجي دايرين الفاكسان، فهمتيني؟ يعني إلا بغاو سفر ولا بغاو يمشيو غير من هنا لهي راه خصهم يقولوا واش درتي الفاكسان، يقول لهم نو غادي يقول لك صافي راه ممنوع داك الشيء اللي عندك دير، يعني خاصو يدير ضروري الفاكسان. شوي انتيريسي علاش لا، إلا وصل وصلت النوبة ديالي راه غندير الفاكسان. خويا مازال ما درتو، مازال ما درتو. ودا 26 عام، 26 راني خايف بزاف. اخويا اش نقول لك صراحه، ماشي مخلوع مخلوع نيت، ولكن انا اش نقول لك، الا وصلني ميساج راه ضروري غنمشي نجلب حتى انا. راه ضروري كيكون تخوف من هذاك الشيء، ضروري كيكون تخوف، ولكن فهمتي الحمد لله حنا راك عارف فهمتي بنادم كيدير لونطريما كيدير كتكون مزيان فهمتي. الحمد لله نتمنوا من الله يكون يدوز هذاك الشيء مزيان بخير. واش نقول لك، هذا الشيء هذا الحمد لله هذا الشيء هذا في الصالحيه ديالنا حنايا فهمتي. كنتمنوا من الله اي واحد يدير لقاح وتكون المسيره زوينه، ونتمنى الله يحيد هذا الوباء وباش تمشي الامور مستمره ان شاء الله في احسن الاحوال. لا لا باقي بحال تقيد حنت كاين اللي تي في هذا الوقت تيخاف منا، يقول لي غيدقها وغيمرض غتوقع عليه شي حاجه، ولكن انا ماشي بحال دوك اللي تيقولوا راه تتمرض ولا تدير شي حاجه. لا ما كاينش منا، هي حاجه وحده اللي غنقول لهذا المغرب هو ما يخاف من اللقاح. اللقاح ضروري منه، ضروري من الناس يديروا هذا اللقاح باش هاد المرض اللي كاين دابا خاصني، محتاج المغرب كامل يدير اللقاح قبل هاد المرض ينقص شويه، حتى المغرب ديالنا ما بقاش كما كان. تنصحهم بيديروا، ضروري من يديروا حنت اللقاح مزيان، ضروري من يديروا حنت دواء. لا ما باقي صغير على اللقاح، انا شوف عمري 18. لكن هذاك الشيء مزيان راه نديرو واخا ما عرفت شنو هذيك الكورونا ما تضرش بين، ونصحهم يديروا اللقاح وراه ما غتخافوا من حتى شي حاجه، ربي كبير كشي اللي كاين. خالتي كاملين داروا اللقاح، كاملين داروا. داكشي ديال الله، داكشي ديال الله. الله يرحمه ويرحم جميع امه محمد، الشيء اللي غنقوله اخويا.